خوتي أنا ما كنتم حيثم وجدتم، السلام عليكم. بدون استثناء نحن اليوم الآن بشارع العرب المعروف بإدوارد رود أو مابل أرش، راح نزور صديق عزيز علينا أخونا محمد اللي كان في فانزبري بارك الحلاق، يعني المعروف ما شاء الله محمد بيعرفوا كاع الجزائريين. هنا افتح محل جديد لحلاقة بإدوارد رود وسماه المقص الذهبي، ربي يبارك له إن شاء الله. ونشوفوه أخونا محمد، السلام عليكم. شكرا خويا محمد على سلامتك يا خويا، قبضناك ها لقيناك خويا محمد ها. واش راك خويا محمد؟ مرحبا بكم يا لاباس خويا، هذه مده يا خويا الناس تصور محمد وراه وراه، انا لقيناك عندنا مده ما صورناش معك محمد. الله يسلمك. الخدمه داتنا، الخدمه داتنا. ماشي الغربه داتك يا محمد؟ لا الغربه ما ديناش الخدمه. موالفين بالغربه قول لي؟ لا الغربه موالفين بها يا خويا. مبروك عليك المحل هذا ان شاء الله. الله يبارك فيك ويعقوبة لكل واحد. راك في قلب لندن يا خويا محمد ها؟ ايوا لازم. راك جيت للعرب تاع الصح. لازم واحد يبوسي. راك جيت الشارع العرب. اه وي لازم. كيف الخدمة محمد مع راه؟ والله الحمد لله، الحمد لله. وشنو هنا تختلف، تختلف بالنسبة لفينزبيري بارك. عقلية. لا لا ماشي عقلية، تختلف الخدمة تختلف. العقلية احنا موالفين ليزالجيريا ولا ليزونغلي ولا موالفين، موالفين الخدمة. وشنو هنا تختلف، فينزبيري بارك تخدم أي دور تاعك من سوايع. وتروح وهنا تختلف، هنا تخدم الليل، العربة كاع يخرجوا في الليل يحوسوا الحد الحد الايامات كامل، الايامات كامل هنا يخدموا الليل. وشنو هنا تعرف الكرا غالي، هنا باش يخدم على الجزائريين يكون قادر لها، ماشي من هبه ودبه اللي منطقه غاليه غاليه على بالي. منطقه غاليه. الله يبارك لك خويا محمد، يبارك علينا وعلى المؤمنين ان شاء الله. فينزبيري بارك راحت فيها خلاص، فينزبيري بارك كل هذه ولات الحفافه ب 5000 و 4000 و 3000، ما بقاش خدمه، ما بقاش. دوك انا في عمري 53 سنه راح نخدم ب 2000 فرانك، بعد 35 سنه خدمه ما تجيش يعني ما تجيش. والحياه صعبه شويه. ماشي دوك حبابك، حنا نهار جينا البلاد هذه كان تيكي تاع المترو كان 30 بي، دوك راهو 280 ها 2800. والحفافة نهار كنا نهار دينا حنايا كانت 650 في 92، دوكا رانا في 2016 تهبط على 5 باوند، راهي 5 باوند 450 5 باوند. ما عقلية هبطوا هاد الجزائرية ماشي لي جونغلي، لي جونغلي طرح عندهم 20 باوند للتحفيفة، 20000 خويا و ابوينتمنت 20000 تحفيفة ناشفة، لا دالك شامبون هادي تخرج ب 50000. جيريا واش نغالب بخو شحال نقول لك، هذا هو، هذا خلينا لهم دوك عليهم الشر، لا الشر عليهم. ربي يعاونك خويا محمد. خويا محمد انت علمت بزاف الشباب تاعنا وعاونت الشباب، نعرفك محمد هي شهاده لله، ماشي نعرفك سنوات، راهي 26 سنه محمد. خويا محمد انا ما علمتش باسكو سيدي جيريا، انا علمت كاع الناس، انا ما علمتش باسكو دخلت جيريا، انا علمت كاع الناس كو سوا الجيريان ولا طالياني ولا فرنسي، علمت باسكو نعلمها القبري، غدوه نخدمها القبري صدقه جاريه، ما على بالي بحتار جيريان. بارك الله فيك، هذه صدقه القبري. بارك الله فيك، غدوه ندخل في القبر الكونتر تاعي راهو يخدم. بارك الله فيك. الجيريان يقول لك راني لعبتها له، هاو علمني وهرب لك، هرب لي يا حياة. لا لا بصح انا اللي لعبتها له، تديت الاجر، انا الاجر تاعي غدوه نموت ان شاء الله هو راهو يخدم وانا راهو الكونتر تاعي دور زيد ها هكذا كما قال واحد الطاكسي الدور. اما انا ان شاء الله ربي يكون تكون ان شاء الله عند ربي مقبوله، قبل لك واش جرك امين، تكون عند ربي سبحانه مقبوله ان شاء الله. وحنا درناها لله في سبيل الله. محمد راك تشوف البلاد كيف كانت ودوكا حضرنا على التغير كلش، واش حاجه تبدلت هنا محمد بكري ودوكا؟ واش تبدل الحياه غاليه وخلاص هذا المكان، ولكن غلات من كل جهه البلاد هذه. شوف البلاد هذه لازم تقرا وخلاص، البلاد هذه اللي ما قراش ظلم نفسه، لازم تقرا اي بلاد تروح لها لازم تقرا لغتها وتقرا قانونها صح، واذا ما قريتش راح تكون امي. بارك الله فيك. احنا في بلادنا خلونا اميين، ما علموش ما استثمروش الشباب. رحم والديك، انا بديت الحفافه في عمري 13 سنه، نورمالمون يدوني يشرى، يدو بابا يشرى الله يرحمه ويسعده. ربي يرحمه. الله يرحمه. ايه 13 سنه تبدا الحفافه، واش من البلاد هذه؟ مراهق دوك تهبط لتزاير تسيبهم كاع يبيعوا الخميره والكسره والمحاجب، الدراري صغار نورمالمون يدو مريهم الحبس،
المفروض يعلموهم. احنا بكري كانوا بوليسيه كيجيبوك تمشي في الطريق، شفرها بكري في السبعينات كيجيبوك تمشي في الطريق يحبسوك وراو باباك كيما هنايا. ايه في الجزائر كانوا يديروها. هنا كانوا يديروا دوك يقعدوا في الصغير يقولوا شكون يدير. دوك كانوا يسيبوا، دوك كانوا يسيبوا ولد صغير يحبسوه وين راهو باباك. واش راك واش راك دير في الزنقه؟ بكري نشفرها بكري في وقت القرايه. ايه وقت القرايه كانوا يحبسوك هكذا. دركا والو، دار يخرجوك نروح لهنا تجي. هو انت باباك حفاف تقعد حفاف، انت باباك فلاح يبقى فلاح. الله المستعان. القمعة هذا شوي. ربي يهديهم اخويا محمد. اخويا محمد شوف يعني انت يا عندك خبرة هنا في الحياة وتجربة، واش نصائحك تقدمها لخوتنا اللي يشوفوك؟ انا ماشي انا شوف كاع الناس كاع كاع القراية. القراية هي الصح. لأنه علاش يلحق واحد 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 لاج وين يسحقها يسحقها. يسحقها من صغره حتى لكبره. ولو كان يلحق الخمسينات وما يكون عنده والو، سواء عنده ولا ما عندوش، يندم على النهار اللي زاد فيه. يندم على النهار. انا بنتي في عمرها نهار قالت لي بابا حبيت نحبس اليونيفرسيتي باش راح نخدم، قلت لها لا لا ما تخدمي ما تخدميش، انا هنايا اباك يو اب، واش تستحقي نعاونك؟ اقراي ما دامني باباك قادر اقراي. الله يبارك ربي يوفقك ان شاء الله. هذا هو، احنا الوالدين نعاونوا ولادنا وان شاء الله ولادنا يعاودوا يعاونوا والديهم ان شاء الله. ما نديروش كما داروا لنا والدينا. ما مساكن ذاك الوقت ما الله غالب ظروفهم ظروفهم و... طلبوا ربي ان شاء الله كل واحد ربي يرحمهم. خلاص ربي يرحمهم ان شاء الله. خويا محمد الناس سأل محمد كيف جيت هنا وكيف درت كوارات، ما تغش تحكي لنا عليه هذه. والله شوف انا جيت في التسعينات، جيت التسعينات بطريقه جيت باش نخدم لخاطش كانت عندي بنتي صغيره في عمرها 3 سنين ازماتيك ازم تروسيف ذاك الوقت. هذاك الوقت وما كانش عندي دار كنت نسكن في البحر، يعني هذاك البحر ما يهتمش لي سازماتيك. صح. جيت انا والمرا لهنا قلت انا نقعدو، قالت لك ما نقعدوش يا مرا يا مرا يا مرا، قالت لي ما نقعدش. قعدت قعدت انا وهي هبطت. المعلم اللي كنت نخدم عنده دينو طلياني غريكي ربي يرحمه مهما كان ربي يرحمه، قلت له يا ودي قلت له انا غير تخلص الفيزا تاعي. قال لي وشنو هو المشكل تاعك؟ قلت له انا عندي فيزا. كانت النيه بصح محمد. كانت حلوه صح. تلمون شافني نختم ورابيد وطاير مع السلامة. كان ما بدش قانون ما كان لكلو تلقى خدمة يضمن فيك واحد خلاص. لا 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 هو قال لي واش قلت له شوف هنايا كاين لازم الزواج. قال لي قلت له قال لي لازم الزواج. قال لي تزوج. قلت له ما تزوجش على الصح. قال لي تزوج دير كوارتك. قلت له انا ما تزوجش على الصح، المهم تعشيت على الصح دير لي كوارتي برك. قال لي خلاص شاف لي واحد طفلة تخدم معانا، هدر معاها يا طفلة تعرف قوين. قالها قالت له انت نزوج، عطى لها 100,000 هذاك الوقت 100,000 دراهم كبار. وين البلاد هذه؟ المهم كانت النية منا. عطى لها 100,000 رحنا درنا رحنا نزوجوا 100 باوند 100 باوند. رحت باش ندير الكوارد هذاك العام يا خويا، ويخرج قال لك لي زالجيريان ما تزوجش بهم ما تزوجش على الكوارد. مشكله باصاوني وين نروح ندفع؟ يقول لك ما نقدرش. تو تجري هذاك الوقت لازم تجيب باسبور. حرقوا له. واش درت؟ من رحت ليكوس عقدت تما وجيت والحمد لله درت كوارتي. الحمد لله الحمد لله. وهبطت للفاميليا وشنو بعد سنين وسنين ما كتبش ربي وتفارقنا انا ومدام، وهي راهي مزوجه بحياتها وانا اللي مزوج بحياتي. الحمد لله مكاتب الله. راهي مزوجه الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الدنيا هذه طيحه ونوضة. كاين اللي يجيب درالي يتزوج ويتلق، وكاين اللي ما يجيبش درالي ويتلق. صح. وحنا ورانا فرحانين وعندنا بنات طفله بيناتنا. الحمد لله الحمد لله. بنتي راهي معايا هنايا جبتها بعد ما كبرت. الحمد لله. والحمد لله. ما شاء الله. ربي يسر وربي يجازيك. خويا محمد الان الناس هذو اللي جو جدد الكوارد مشكله الاوراق. كيف راك تشوف الحاله تبدلت وكي تقول تنصحهم يقول لك يا ودي بالك حسدتونا والله، يعني الواحد الوقت كيف يديروا الوراق دوكا؟ والله غير شوف انا اول حاجه نقولها اللي عنده الخير في البلاد ضارم نفسه يجي لهنا، اللي عنده الخير لا باس عليه عنده داره. احنا ما جبناش الشر، احنا جبنا الضيق لهذه البلاد هذه. والله العظيم اللي عنده الخير في البلاد اللي ساكن لا باس عليه وعنده خدمته، اقسم بالله ثلاث غير راهو ظالم نفسه راهو جاي لهنايا ظالم نفسه تاع ما كاش. واش تجي دير صعيب البلاد يا ودي؟ ما كان راك في البلاد مع مالك ميمتك الله الله باباك خاوتك حبابك، تجي لهنا لطرف الدنيا وتبعد تندم نهار يكبروا لك دراري. هم دوك انا من ولادي كبار نهبط ونخلي لهم ما كاش.
نروح نديهم اتس كريم كرايم يعني ما تقدر دير والو كرايم يعني تدي وليدك هذاك في عمره 11 سنه ولا تحطمه راح تحطمه تحطم له حياته تحطوا للجزائر هو ما يعرفش كاع العربيه انا ولادي ما يعرفوش عربيه يعرف غير القران يقول لك انا احفظ القران وتقول له هضر العربيه يقول لك انا ماشي جزيري ديريكت يقول لك ماشي جزيري باسكو ماشي جزيري باسكو ماشي مقيمينهم عمرهم ما داروا المحفله في لومباساد عمرهم ما سقاو لنا جوزو مرحبا بكم شنو غير باسبور ديريكتومون ايه ولا الفوت واش نقول لك يا اخي ربي يسر اخويا محمد انا ماشي جزيري يقول لك ديريكت وليدي يقول لك ماشي جزيري صح تقول بنتي تدخل انا ما نفوتي ما والو بنتي في عمرها 27 سنه دركا ربي يسر اخويا محمد يا اخويا محمد يعطيك الصحه حلتنا قلبك يا اخويا وحكيت لنا واش اخر كلمه تقولها لخوتك اللي يشوفونا واش نقول لك يا اخي شرح نقول لك السلام لكل الشعب المسلم خلاص والجزائريين ربي يحفظك اخويا محمد السلام عليكم سلام